السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم موديل جديد، والكمية ديال الثوب هنايا عندي 2.5 متر في الطول و1.5 متر في العرض. المهم الثوب هذا ما يمكنليش نفصلو على الطول ديالو، حيت خصني ندي على هاد الزواقة اللي فيه، خصني باش يجيو لي هاد الديور. المهم في اللبسة يكونوا واقفين. غادي نفصلو هكا، غادي نفصلو على العرض ديالو، فيه 1.5 متر. وكنولي نتأكد من الزواق. صافي غادي نبدا نحط لي بار دابا. الكتف عندي 40، ثمانية سنتيم في الرقابة، عندي 20 في الكتف، غادي ندير 21. كنزل 3 سنتيم وهنا 3 سنتيم. في التركيز غادي نهبط ب22. عندي هذيك القصة اللي في الصدر غادي ندير فيها غير 20 سنتيم. اذا هنا ما غاديش نكمل هاد الطوره حتى نفصل القياسه، حتى نفصل هاد الجزء هذا زعما، وعاد نكمل الدوره ديال بحال هكا. هنا في الصدر غادي ننزل 9 سنتيم. صافي غادي نفصل دابا هذا وعاد غادي نكمل. هنا غادي نزيد واحد 3 سنتيم، ما غنزيدش بزاف حيت غندير الكشكشه هنا غير خفيفه. غادي نزيد غير واحد 3 سنتيم، 4 سنتيم بحال هكا، وبعد غادي نرسم الطوره ديالكم. هنا ننزل 22، ها هي كنطلع هنايا بواحد 3 سنتيم، وغادي ندير لها بحال هكا. غادي نجيب هاد الكسوة بحال هكا. غادي نحيد هاد الظهر، غادي نقص من الأمام. غادي نزيد نقص شويه من هنايا،
نبقى عاقلة عليه. غادي ندير فيه هاد العلامة. هنا غادي ندخل بواحد غادي نهبط هنا ب14. هنا غادي ندخل بواحد 4 سنتيم. دابا غادي نحدد الطول ديال هادي. شحال غندير فيها؟ غندير فيها 100. هادي غادي ندير فيها 100 سنتيم. مية جات لهنا. الجوانب نخليه على العود ديالو هاد الكتب من هنا. دابا غادي نزيد نفصل هاديك الفرفرة اللي غتجي من لتحت. شوف هذه الفرفره غادي ندير فيها جوج، غادي ندير فيها 33 سطور. هادي اللي غتجي فيها ديك الفرفارة غنديرها بهاد اللون هدا. دابا غادي نفصل الكنيف. العرض درت 25. الطول من غنبدا نحط لابار نفس الطريقة اللي درت في الموديل اللي قبل. هنا غادي نخلي واحد نخلي غير 4 سنتيم وعاد نبدا نحط لابار من هنايا. الطول ديالكم عندي فيه 58 وغادي نزيد 6 سنتيم على حساب لاستيك.
من هنا غادي نبدا نحط، غادي نهبط من هذه النقطه هذه 14 سنتيم هنا في العرض. غادي ندير 19 هنايا. غادي نجي لهاد النقطة هادي وغادي نطلع بحال هكا، حيت هادي غندير بيها عاوتاني كشكاشة هاديك الزيادة لي درت. كنكون ساليت الصالة ديال هاد الكسوة هادي، نتلاقى معاكم في الخياطة ان شاء الله.